سلام الله عليكم مشاهدينا الكرام، أهلا بكم إلى النشرة الرئيسية نقدمها لكم من التلفزيون الجزائري. إلى العناوين: رئيس الجمهورية سيد عبد المجيد تبون يكرم المتفوقين الأوائل على المستوى الوطني في امتحانات شهادتي البكالوريا والتعليم المتوسط لدورة جوان 2023. أشكر خصيصا السيد الرئيس عبد المجيد تبون على هذا حفاوة الاستقبال وعلى هذا التكريم وهذا الشرف العظيم. إن تحقيق تميز في شهادة البكالوريا لم يكن محض صدفة، بل هو نتيجة جهد وتعب طيلة السنة الدراسية، إضافة إلى الإمكانيات المسخرة من طرف القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي لتحقيق هذه النتائج. جد سعيدة ومسرورة بتكريم سيد رئيس الجمهورية، أشكره جزيل الشكر لأنه شاركنا هذه الفرحة. وضمن مراسم حفل التكريم إشادة بعناية السيد الرئيس بتربية النشء وتأكيد على الخطوات الكبيرة والرصينة لقطاع التربية في مسار الالتحاق بركب الأنظمة التربوية المتقدمة في العالم. رئيس الجمهورية ونظيره البنيني يؤكدان تمسكهما الصارم بضرورة العودة إلى النظام الدستوري في النيجر وإعادة الرئيس محمد بازوم لمنصبه كرئيس دولة منتخب شرعيا. ومجموعة الإكواس تحدد مدة أسبوع للعودة إلى النظام الدستوري في البلاد. بتكليف من رئيس الجمهورية، وزير الداخلية بالقصر يقدم واجب العزاء لعائلة ضحايا الحرائق الأخيرة بولاية بجاية ويؤكد تضامن الدولة مع المتضررين. خط جوي بمعدل 3 رحلات أسبوعيا بين الجزائر وسان بيترسبورغ يضفي ديناميكية أكبر على الشراكة الجزائرية الروسية ويعزز دور الجزائر المحوري كبوابة للعالم نحو العمق الأفريقي. أهلا بكم. نستهل نشرتنا إذن بوقفة التكريم التي خص بها السيد رئيس الجمهورية التلاميذ المتفوقين الأوائل في امتحانات شهادتي البكالوريا والتعليم المتوسط، وقفة تؤكد مرة أخرى العناية الكبيرة التي يوليها السيد الرئيس لتكوين وتربية النشء من خلال منظومة تربوية متقدمة وعصرية. حفل تكريم المتفوقين الأوائل في امتحانات شهادتي البكالوريا والتعليم المتوسط تقليد سنوي والتفاتة من لدن رئيس الجمهورية إلى الكفاءات المستقبلية التي ترفع راية الجزائر بالعلم. أشرف إذن اليوم رئيس الجمهورية سيد عبد المجيد تبون بقصر الشعب على مراسم تكريم المتفوقين الأوائل في امتحانات شهادتي البكالوريا والتعليم المتوسط دورة جوان 2023. مراسم حفل التكريم حضرها رئيس مجلس الأمة صلاح جوجيل، رئيس المجلس الشعبي الوطني إبراهيم بوغالي، الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمن، رئيس المحكمة الدستورية عمر بالحاج، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق أول السعيد شنقريحة، بالإضافة إلى وزير التربية الوطنية عبد الحكيم بالعابد، وزير التعليم العالي والبحث العلمي كمال بداري، وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة كوثر كريكو، وأعضاء من الحكومة ومسؤولين سامين في الدولة، إلى جانب ممثلين عن فعاليات الأسرة التربوية وأولياء التلاميذ المتفوقين. رئيس الجمهورية استهل التكريم بالفائزين 3 الأوائل على المستوى الوطني ثم الناجحين الأوائل في كل شعبة من شعب التعليم الثانوي والمتفوقين الأوائل من مدارس أشبال الأمة والأوائل من فئة ذوي الاحتياجات الخاصة. السيد الرئيس كرم أيضا المتفوقين الأوائل في امتحان شهادة التعليم المتوسط والمتحصلين على الميدالية البرونزية في الأولمبياد العالمية للرياضيات لهذه السنة.
رئيس الجمهورية يكرم الفائزين الثلاثة الأوائل على المستوى الوطني في شهادة البكالوريا والناجحين الأوائل في كل شعبة من شعب التعليم الثانوي والمتفوقين الأوائل من مدارس أجبال الأمة والأوائل من فئة ذوي الاحتياجات الخاصة. يتقدم التلميذ الأول وطنياً محمد الأمين بن قداش، هو الحاصل على شهادة البكالوريا في شعبة العلوم التجريبية بمعدل 19.50 والمتمدرس بثانوية العقيد علي تونسي بولاية غليزان، يحظى بشهادة تقدير وميدالية ومكافأة مالية من السيد رئيس الجمهورية. يتقدم التلميذ أسامة دعاشي، هو الحاصل على شهادة البكالوريا شعبة العلوم التجريبية بمعدل 19.32 من ولاية سطيف. تتقدم التلميذة إيمان فاطمة الزهراء هلال، حصلت على شهادة البكالوريا شعبة العلوم التجريبية بمعدل 19.32 وهي تلميذة بولاية سعيدة. يتقدم التلميذ محمد أمين شوشي، هو الحاصل على شهادة البكالوريا شعبة الرياضيات بمعدل 19.13، متمدرس بقطاع اختصاص مديرية تربية الجزائر وسط. تتقدم التلميذة إيناس سكفالي، هي الحاصلة على شهادة البكالوريا تخصص تقني رياضي هندسة الطرائق بمعدل 19.12 من ولاية جيجل، تحظى بهدية وميدالية ومكافأة مالية من السيد رئيس الجمهورية. يتقدم شبل الأمة عبد الواحد بوسعيد، هو الحاصل على شهادة البكالوريا شعبة الرياضيات بمعدل 19.02 بمدرسة أشبال الأمة بوهران، يحظى بهدية وميدالية ومكافأة مالية من السيد رئيس الجمهورية. تتقدم صاحبة الهمة التلميذة آلاء منصرية، وهي الحاصلة على شهادة البكالوريا شعبة العلوم التجريبية بمعدل 18.02 من ولاية بسكرة. رئيس الجمهورية أشرف أيضاً على تكريم المتفوقين الأوائل في امتحان شهادة التعليم المتوسط. تتقدم التلميذة الأولى وطنياً ماريا مزوزي، هي الحاصلة على شهادة التعليم المتوسط بمعدل 19.95، تحظى بهدية وميدالية ومكافأة مالية من السيد رئيس الجمهورية. تتقدم التلميذة الوصيف حنين، التلميذة حنين وصيف تحصلت على شهادة التعليم المتوسط بمعدل 19.93 من ولاية الوادي، هي الثانية وطنيا. يتقدم التلميذ سامي نيت صغير، وهو الحاصل على شهادة التعليم المتوسط بمعدل 19.92 والمتمدرس بمديرية تربية الجزائر شرق، يحظى بهدية وميدالية لترتيبه الثالث وطنيا ومكافأة مالية مهداة من السيد رئيس الجمهورية. يتقدم التلميذ آدم مقلالي، هو الحاصل على شهادة التعليم المتوسط بمعدل 19.92 من ولاية الجلفة، يحظى بهدية وميدالية ومكافأة مالية من السيد رئيس الجمهورية. رئيس الجمهورية كرم أيضاً بهذه المناسبة التلميذين المتمدرسين في ثانوية الرياضيات بالقبة بالجزائر العاصمة المتحصلين على الميدالية البرونزية في الأولمبياد العالمية للرياضيات لهذه السنة. يكرم السيد رئيس الجمهورية شبل الأمة زياد قدرز، هو الحاصل على شهادة التعليم المتوسط بمعدل 19.42 عن مدرسة أشبال الأمة ببجاية،
يحظى بهدية وميدالية ومكافأة مالية من السيد رئيس الجمهورية. يتقدم التلميذ السميع عبد الوهاب مجازي، وهو الحاصل على شهادة التعليم المتوسط بمعدل 12.04 عن مديرية التربية الجزائر وسط. يتواصل التكريم لتكريم متوجين بالميدالية البرونزية في الأولمبياد العالمي للرياضيات باليابان لسنة 2023. يتقدم التلميذ شمس الدين عبد العالي دراش. شمس الدين عبد العالي دراش تلميذ في الثانية الثانوي بثانوية الرياضيات محند مخبي بالقبة، يحظى بهدية وميدالية ومكافأة من السيد رئيس الجمهورية. يتقدم التلميذ يوسف كنان. يوسف كنان توج بالميدالية البرونزية في الأولمبياد العالمي للرياضيات باليابان لسنة 2023 من ثانوية الرياضيات محند مخبي بالقبة، وقد تحصل أيضا على شهادة البكالوريا بمعدل 18.21. يحظى بهدية وميدالية ومكافأة مالية من السيد رئيس الجمهورية. السيد الرئيس أخذ بعد ذلك صورة تذكارية مع المتفوقين الأوائل المكرمين لسنة 2023. كما كرم كبار المسؤولين في الدولة رئيس مجلس الأمة صلاح جوجيل، رئيس المجلس الشعبي الوطني إبراهيم بوغالي، الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمن، رئيس المحكمة الدستورية عمر بلحاج، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق أول السعيد شنجريحة. كرموا المتفوقين الأوائل في امتحانات شهادتي البكالوريا والتعليم المتوسط. كما تم تكريم التلاميذ المتفوقين في شهادة البكالوريا من قبل الوزراء عبد الحكيم بالعابد وزير التربية الوطنية، كمال بداري وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ياسين ميرابي وزير التكوين والتعليم المهنيين، كوثر كريكو وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة. وزير التربية الوطنية عبد الحكيم بالعابد أكد أن السنة الدراسية 2022-2023 كانت موفقة ومميزة بتنفيذ القرارات الهامة لرئيس الجمهورية التي بفضلها قطع قطاع التربية خطوات كبيرة ورصنة في مسار الالتحاق بركب الأنظمة التربوية المتقدمة في العالم. إن دعم السيد رئيس الجمهورية واهتمامه الكبير بالتربية والمربين وإلمامه بما يجري في قطاع التربية إنما يبشر بخطوات كبيرة ورصينة للالتحاق بركب الأنظمة التربوية المتطورة في العالم. لقد كانت السنة الدراسية المنتهية موفقة ومميزة بالمستجدات الناجمة عن تنفيذ قرارات السيد رئيس الجمهورية، بدءا بالرجوع إلى التنظيم العادل للتمدرس في شهر سبتمبر 2022 والشروع في تسييد حزمة من العمليات والإنجازات الوطنية غير المسبوقة في قطاع التربية، منها التخفيف الفعلي لثقل المحفظة واعتماد الكتاب الرقمي ووضعه مجانا لتلاميذ الطور الابتدائي والشروع في تزويد المدارس الابتدائية باللوحات الرقمية وإقرار اللغة الإنجليزية في السنة الثالثة من التعليم الابتدائي وتنصيب شعبة الفنون في التعليم الثانوي مع إنشاء ثانوية وطنية خاصة بها سميت باسم الشهيد الفنان البطل علي معاشي رحمة الله عليه، يدرس بها تلاميذ قادمون من 52 ولاية
وصولا الى التنظيم المحكم الامتحاني جديدا يدخل في اطار اصلاح المنظومه الوطنيه للتقييم المدرسي، وهو امتحان تقييم مكتسبات مرحله التعليم الابتدائي الذي شهدت له الهيئات الدوليه المختصه برياده الجزائر على مستوى الشرق الاوسط وشمال افريقيا، واشادت بكل التطورات الحاصله في البلاد. وهذه الان انطباعات بعض التلاميذ المكرمين. كان تكريم روعه، اشكر خصيصا السيد الرئيس عبد المجيد تبون على هذا حفاوه الاستقبال وعلى هذا التكريم وهذا الشرف العظيم. ما اطمح اليه واصبو اليه هو ان اكون عالم ان شاء الله في مجال علم الحاسوب كمبيوتر ساينس. إن تحقيق تميز في شهادة البكالوريا لم يكن محض صدفة، بل هو نتيجة جهد وتعب طيلة السنة الدراسية، إضافة إلى الإمكانيات المسخرة من والوسائل البيداغوجية وإطارات والأساتذة المسخرين من طرف القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي لتحقيق هذه النتائج. أنا الحمد لله جد سعيدة ومسرورة بتكريم سيد رئيس الجمهورية، أشكره جزيل الشكر لأنه شاركنا هذه الفرحة ولأنه قام بتكريمنا وأعطى فرصة واهتم بطلبة العلم. مسرورة جدا بتكريم الرئيس تبون لي، وكان هذا شرفا كبيرا لعائلتنا، والحمد لله لما من به لنا. إني أريد أن أتقدم بالشكر إلى السيد رئيس الجمهورية على هذا التكريم الذي يساعدنا ويحفزنا على المضي قدما لتحقيق أحلامنا. حفل تكريم الطلبة المتفوقين الأوائل في شهادتي البكالوريا والتعليم المتوسط لدورة جوان 2023 الذي أشرف عليه رئيس الجمهورية تتابعونه كاملا عقب هذه النشرة في حدود الساعة 9 على قنوات التلفزيون الجزائرية. تحدث أمس رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون هاتفيا مع أخيه رئيس البنين باتريس تالون، وجاءت هذه المحادثات عشية الاجتماع الاستثنائي للمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا الذي انعقد اليوم بأبوجا حول الوضع في النيجر. هذا وقد أكد الرئيسان تمسكهما الصارم بضرورة العودة إلى النظام الدستوري في النيجر وإعادة الرئيس محمد بازوم لمنصبه كرئيس دولة منتخب شرعيا. هذا وطالب قادة المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا إكواس المجتمعين اليوم بأبوجا بالإفراج الفوري عن رئيس النيجر المحتجز محمد بازوم، وحددوا مدة أسبوع للعودة إلى النظام الدستوري في البلاد. في موضوع آخر، وبتكليف من رئيس الجمهورية قام اليوم وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية إبراهيم مراد ببلدية القصر بولاية بجاية بتقديم واجب العزاء لأحد عشرة عائلة فقدت ذويها جراء الحرائق الأخيرة. مراد الذي كان مرفوقاً بوزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة كوثر كريكو أكد وقوف الدولة إلى جانب أبنائها لتجاوز هذه الأوقات وتعويض كافة المتضررين. كانش واحد ما نزوروش العائلة تاعو، رئيس الجمهورية يلزمنا أن نذهب إلى كل بيت عزاء وأن نقدم لهم تعازي لأنه يؤمن بالجزائر حيثما يوجد. خذ على عاتقه أن الجزائري أينما كان وكيف ما يعيش والمحن التي يعيشها إلا ويكون معه وإلا الدولة تكون معه. ونتمنى وإن شاء الله الشفاء العاجل لكل الناس اللي ضروا اللي راهم مازالوا في المستشفيات. نتمنى إن شاء الله في أقرب الوقت يعودوا يلتحقوا بأسرهم إن شاء الله. تعزي كل يعني عائلات الضحايا والشفاء العاجل إن شاء الله للمصابين، وإن شاء الله تكون آخر أحزان وطننا العزيز. الشيء اللي لاحظته يعني والشيء اللي يطمئننا هي الهبة التضامنية. احنايا طبعا هنا باش نوقفوا وقفة يعني تعزية لعائلات الضحايا.
هذا وتتواصل صور التضامن والتكافل بين أبناء الشعب الجزائري في قوافل تضامنية انطلقت من مختلف ولايات الوطن متجهة إلى الولايات المتضررة من الحرائق السغريبة. هي شاحنات تحمل مساعدات تضامنية لفائدة الولايات المتضررة من الحرائق. صور التكافل والتضامن جسدتها الهبة التضامنية بمشاركة فواعل المجتمع المدني. كلهم متضامنون كيد واحدة من أجل مساعدة إخوانهم المتضررين على كل ولايات اللي راهي متضرة بحرائق الغابات، ونحن كشباب أو كمتطوعون في الهلال الأحمر الجزائري مشاركتنا دائمة في هذه في كل في في مثل هذه التظاهرات. الكشافة الإسلامية الجزائرية دائما حاضرة في هذه القوافل الخيرية التضامنية، وهذه المرة مع قافلة تضامنية متوجهة نحو ولاية البويرة لمتضرري حرائق الغابات. فعلى كل حال احنا من واجبنا هذا وواجبنا نحو الوطن وفي إطار دائما خدمة وتنمية المجتمع. ولأن التكاتف في الأوقات الصعبة من شيم الجزائريين، فإن المحن تصغر وتهون أمام عظم التضامن الشعبي. وفق نظرة استشرافية بأبعاد ازدواجية، إجراءات لاستقطاب الجالية الوطنية بالخارج وإجعال الجزائر بوابة التنمية الأفريقية ومحورا يصل القارة بمختلف دول العالم. الخط الجوي الجديد الرابط بين العاصمة الجزائرية ومدينة سان بيترسبورغ يعد جزءا من برنامج توسيع الشبكة الجوية وتعزيز التواجد الدولي، تقول فاطمة بن فرجلة. نعلم حضراتكم أنها أول رحلة مباشرة تربط بين المطار الجزائر هوريك مادين ومطار سان بيترسبورغ روسيا. شكرا. الخط الجوي المباشر الجزائر سان بيترسبورغ مكسب حيوي تدعمت به شبكة النقل الجوي للخطوط الجوية الجزائرية لوجهات جديدة، لتصبح بذلك الجزائر محور عبور للعمق الإفريقي. ساعدتنا بذلك من عناء مشقة السفر باش ما نروحوش العاصمة موسكو، نعاودو نمشيو لسان بيترسبورغ، دونك ساعدتنا بيان من ناحية التكلفة، الذهاب والإياب كانت في متناول الجميع. يقرب روسيا ويقرب هذه المدن الروسية من روسيا الفيدرالية إلى الجزائر كبلاتفورما لتواصل إلى إفريقيا. راح يخفف يعني الضغط ويسهل يعني ينقص حتى من المده تاع وصول، سواء الطلبه الجامعيين، فيه كثير من الطلبه في روسيا وخاصه في سان بيتر. افتتاح هذا الخط من والى مطار سان بيترسبورغ بمعدل 3 رحلات اسبوعيا، رحله يوم الاثنين ورحله يوم الاربعاء ورحله يوم السبت، في انتظار فتح خطوط اخرى في جميع انحاء العالم في قارة إفريقيا وأوروبا وآسيا. الجزائر سان بيترسبورغ خط جوي واعد له أبعاد اقتصادية من خلال تسهيل تنقل المستثمرين، بالإضافة إلى إنعاش القطاع السياحي، ومع اختزال المسافات تتعزز العلاقات الجزائرية الروسية في مختلف المجالات. في كثير من رجال الأعمال وعانيوا باش يوصلوا إلى الجزائر، الآن نعطيهم المجال باش يكون ممكن يمشيوا للجزائر للاستثمار والعلاقات الاقتصادية، ايضا باش ندافعوا على السياحه الجزائريه. هي فرصه ثمينه لتطوير العلاقات الروسيه الجزائريه، مما سيسمح للمسافرين الروس بزياره الجزائر والعبور نحو افريقيا ودول اخرى وفتح افاق جديده. افتتاح الخط الجوي المباشر الجزائر سان بيترسبورغ هو مكسب حيوي لتوطيد العلاقات الجزائريه الروسيه بكل ابعادها. مفادة التلفزيون الجزائري بن فرجلة، فاطمة الزهراء، سان بيترسبورغ، روسيا. بعد دولي ونظرة استراتيجية في تنويع الاقتصاد الوطني وترقية التصدير خارج المحروقات. العينة من ولاية المسيلة، حيث يشهد قطاع الصناعة حركية متزايدة من خلال إطلاق العديد من المشاريع الاستثمارية. المتابعة لمحمد عياشي.
العمال في هذا المصنع يعملون بالتنسيق كحلقات السلسلة الواحدة لإنتاج مختلف مواد البناء الموجهة للسوق المحلية. إنتاج البلاط يمر عبر ثلاث مراحل أساسية. عندنا المرحلة الأولى اللي هي تمر عبر تحضير المادة المواد الأولية. المرحلة الثانية اللي هي عملية خلط هذه المواد الأولية اللي راح تمر عبر الخلاطة اللي هي البودرة إضافة إلى الإسمنت الأبيض والماء اللي تمر عبر الخلاطة اللي تعطينا هذه العجينة اللي تكون مادة البلاط. ست وحدات للإنتاج الصناعي للبلاط البافي البوردير متنوع ذو طبقتين المونوكوش والبيكوش. احنا الشركه تاعنا راهي تخدم حوالي 350 عامل وما يفوق. احنا عندنا يعني بالنسبه لنا الاكتفاء الذاتي راه المستوى الوطني، ورانا بدينا ان شاء الله باه نصدروا المنتوج تاعنا لدوله ليبيا. قطاع الصناعه بولايه المسيله يعرف تطورا ملحوظا في الاونه الاخيره، حيث سيتدعم بالعديد من المصانع كهذا المصنع المختص في إنتاج الدواء ومصنع لإنتاج قطع الغيار. يبلغ عدد عمالها 150 عامل مؤهلين ومتمرسين في المجال الصيدلاني من خريجي الجامعة الجزائرية. طاقتها الإنتاجية تفوق 17 مليون وحدة مضاد حيوي سنويا. 115 عامل على طول في البداية، في آخر في نهاية السنة نزيدوا 85 عامل، لأنه الخط الثاني يبدأ في التشغيل. هو خط قولبة يصنع 80 قالب في الساعة، 80 مول بار أور الطاقة بتاعه، وعندنا ربع أفران كاتفور دو فيزيوم الطاقة بتاعهم 2 طن في الساعة. المصانع ستسمح بنقل الخبرات إلى المنطقة مع توفير فرص للعمل. نموذج ناجح بولاية بجاية كسب رهانة دعم الاقتصاد الوطني من خلال الجودة والنوعية في إصلاح وصيانة السفن. رهان كسبه بيد محلية كفأة وإنتاج يحمل المواصفات العالمية. من العجل والمزيد. بعدما كان العمل هنا يقتصر على إعادة التهيئة الخارجية وصيانة مختلف الأجهزة ومراقبتها، أوغيناف تقتحم مجال صيانة وإصلاح محركات البواخر الكبرى بفضل كفاءات شابة رفعت التحدي. لأول مرة يعني وين تطرقنا إلى التدخل في المحركات الرئيسية للسفينة، محركات ذات حجم كبير وين كانوا يعني الإصلاحات هذو تلقى في الخارج. إصلاح السفن يتطلب دقة عالية، وهو ما يسهر عليه مهندسون ومختصون كل في مجاله. احنا متخصصين في تصليح البيبان وتصليح النوافذ بالزجاج ولاجوانتور تاعها باش تكون ايطونش ما يدخلش ليها الماء، باش نحميو البيئه ولا بوليسي تاع البحر هكا. نفيديو الزيت هذا لا سيتار ونديوها باش يتريتي. عندنا لهنايا التشيلر لا كليماتيزاسيون تاع لوتيليري، رانا نديرو لها لا ريباراسيون، دخلت لهنايا ما تخدمش، دونك لهنايا درنا ريفيزيون بور الموتور الكتريك، درنا لا ريفيزيون بور لا بارتي ميكانيك، ان كومبريسور بويسون، سي لا بروميير فوا وين نديرو اون الجيري لهنايا لا ريباراسيون، لا ريفيزيون ديال الكومبريسور كيما هذا بويسون. ولشركة آفاق واعدة في مجال إصلاح وصناعة السفن. هي ورشة كبيرة، سوف نشري إن شاء الله ولا نقتني حوض عائم كما هذا تاع بجايه باكبر وصفات، بوصفات 20,000 طن ان شاء الله. هذا المشروع من 15 شهور ان شاء الله يكون واجد. المؤسسه الوطنيه لاصلاح السفن نموذج ناجح للتخطيط وتوسيع افق الاستثمار، والهدف اصلاح كل السفن الجزائريه محليا. وقطع الفلاحة من القطاعات المعول عليها في تحقيق الأمن الغذائي وكذا التصدير خارج المحروقات. شعبة التمور من الشعب التي حققت الريادة بدخول الأسواق العالمية، غير أن فلاحي ولاية أدرار يطمحون لتسويق منتجاتهم أكثر بحل جميع المشاكل المعيقة لذلك. محمد الأمين بوتومي. منذ القدم يعرف عن منطقة توات الوسطى بولاية أدرار إنتاج أنواع مختلفة من التمور. يعتمد المنتجون ولحد الساعة على طرق تقليدية جعلت الأرقام تخالف التوقعات.
هذه السنة وفي موسم جني التمور أخذنا عينة من أقصر المناصير بلدية زاوية كونتا للحديث عن الواقع. بالنسبة للتوسع ما كانش نقصان، كان نقص من مساحة، نقص منين؟ السبب من تاع الماء. مثلا بالنسبة للفقاقير ما بقاش خاص، وبالنسبة للثاني للخدمة ما كانش الشباب نتاع الوقت هذا ما يخدمش الفقارة، الكبار اللي كانوا يخدموا الفقارة ما بقاش يخدموها، والصغار هذا السبب نتاع تنقص المساحة. حق المشكل اللي عندنا وهو نواجهه في هذا المجال، وهو الترويج لي تمور منطقة ولاية هضرة. التمور تاعنا فيها النوع الأول وهو كما نقولوا يتكل طازج، والباقي يابس نقوم ببيعه إلى المناطق تاع الدول المجاورة في إطار التبادل التجاري، كذلك يسوق إلى المناطق تاع الشمال كسعيدة كتلمسان. لابد هذاك معارض باش نروجوا السلعة تاعنا. السلعة تاعنا هذه انا نشوفها قاعده غير بين يدينا. اكثر مكان يقصده المواطنون لاقتناء التمور في موسمها سوق بوده، حيث في هذا المكان يقوم الفلاحون بعرض منتوج السنه. من هم اللي نبيعوا؟ ما كان بلاصه، ها هذه البلاصه على بالك ممنوع، هذه طريق. هذا كنت فلاح انا مستثمر، نوجد الاطوان، ما نجمش ندير هالاطوان ونعاود نخرجها تخسر لي تفسد لي، يعني لازم لي مكان لي نخزن فيه التبريد، يعني يقعد لي شهرين 4 شهور حتى 5 شهور، يعني هذا هو العائق اللي عند المستثمرين هنا في المنطقه تاعنا. وامام صعوبات التعريف والترويج لتمور ولايه اضرار، جاءت الدراسه بضروره انشاء مصنع لتحويل واستخراج مشتقات التمور. مشروع راى النور ثم توقف. قلت ندير مشروع لتحويل البقايا من التمور. جبنا هذه الالات خطوه الانتاج الاوليه في المرحله الاوليه على ان نستكمل باقي المشروع فيما بعد، لكن كانت عندنا احنا من جهتنا اعاقات ماليه. نعم، ما عندنا مشكل لا مع الجهات الوصيه في الدوله ولا شيء، الحمد لله كل الناس فرحين بالمشروع. هذا ينتج فيه تقريبا 5 خطوط انتاج، الرب معروف، كذلك مربى التمر، خط انتاج السكر السائل هو المقصود في المشروع، والثاني السبيطارات لي سيرو هذا، وخط كذلك للاعلاف. باستكمال مشروع استخراج مشتقات التمور سيجد المنتجون طريقا اخر لتسويق هذه الماده، وبالتالي تثمين انتاج التمور بالمنطقه الجنوبيه للوطن. في إطار مكافحة الإرهاب وبفضل جهود المصالح الأمنية للجيش الوطني الشعبي، سلم يوم أمس إرهابي نفسه للسلطات العسكرية بالقطاع العملياتي بوجباجي مختار بالناحية العسكرية 6، ويتعلق الأمر بالمسمى ورتي ناجم بن طاهر الذي التحق بالجماعة الإرهابية بمنطقة الساحل سنة 2011. الإرهابي كان بحوزته مسدس الرشاش من نوع كلاشنيكوف ومخزنين بالإضافة إلى كمية من الذخيرة. جهود جبارة تقوم بها المصالح الأمنية للجيش الوطني الشعبي بالتنسيق مع كافة المصالح الأمنية لحماية المواطن من كافة أشكال الإجرام، واستنادا على عمل استعلاماتي عالي المستوى دام لأكثر من 3 أشهر، أحبطت المصلحة المركزية لمكافحة الاتجار غير المشروع للمخدرات التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني بحر هذا الأسبوع واحدة من أكبر عمليات تهريب المخدرات الصلبة في تاريخ الجزائر، حيث حجزت أزيد من 79 كيلوغراما من مادة الكوكايين وتوقيف 16 شخصا مشتبها فيه ينحدرون من الجزائر العاصمة والبليدة.
تطهير للقبض على بقية أفراد المجموعة الإجرامية واقتحام أوكارهم التي تحصنوا بها في كل من الجزائر والبليدة، والذين تمثلت مهمتهم أساسا في توزيع وترويج هذه السموم. كما أسفرت عمليات تفتيش منازل المشتبه فيهم عن ضبط كمية أخرى من مادة الكوكايين يقدر وزنها بخمسة كيلوغرام وستمائة وثمانون غرام، ومبلغ مالي قدره باثنين مليار ومائة وستة وسبعون مليون سنتيم، لتسقط شبكة زقابوج مرة أخرى وتحجز حمولة الكوكايين التي بلغت قيمتها المالية 430 مليار سنتيم التي كانت موجهة لتسميم شباب الجزائر، لتأتي هذه العملية بعد 24 ساعة من العملية التي مكنت مصالح الأمن الوطني من ضبط 35 كيلوغراما من الكوكايين على متن باخرة أجنبية بميناء الجزائر. هذا وكانت مصالح الشرطة القضائية لأمن ولاية الجزائر قد تمكنت أول أمس الجمعة على الساعة 11 ليلا من اكتشاف 35.9 كيلوغرامات من مادة الكوكايين كانت مخبأة على مستوى باخرة أجنبية رست بميناء الجزائر العاصمة. العملية جاءت بناء على معلومات تحصلت عليها مصالح الأمن الوطني، وبعد تفتيش دقيق للباخرة المعنية بالتنسيق مع حرس السواحل تمكنت من ضبط وحجز هذه الكمية من الكوكايين، وقد تم فتح تحقيق في هذه القضية. دوليا وفي ملف الصحراء الغربية، وبعد الفعل الإجرامي الجبان الذي تعرض له المعتقل السياسي السابق والناشط الحقوقي رشيد الصغير، دان اتحاد المحامين الصحراويين الجريمة الشنعاء التي تعرض لها على يد مستوطنين مغربيين بمقر سكناه بمدينة الداخل المحتلة، معتبرا أن هذه الجريمة تشكل انتهاكا صارخا لمبادئ القانون الدولي الإنساني والمواثيق الدولية. وفي الشأن الفلسطيني، اعتقل اليوم 6 فلسطينيين على يد قوات الاحتلال الصهيوني خلال حملة دهم وتفتيش طالت الضفة الغربية والقدس المحتلتين. وفي سياق متصل، أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية بأن الأسرى القاصرين في السجون والمعتقلات الصهيونية يعانون ظروفا قاسية وغير إنسانية تفتقر إلى الحد الأدنى من المعايير الدولية لحقوق الطفل. إلى ذلك، اقتحم عشرة المستوطنين الصهاينة اليوم باحة المسجد الأقصى المبارك بدعم من قوة الاحتلال الصهيونية. نعود إلى أخبار الوطن. ولتطوير القطاع السياحي، استثمارات فندقية ومرافق سياحية تدعم الهياكل السياحية بولاية تيزي وزو. مرافق من شأنها الرفع من قدرات الاستقبال والإيواء وكذا التعريف بالموروث الثقافي الثري للمنطقة، يقول أخضر كعوان. إقامة سياحية تجمع بين الراحة والمتعة والاستجمام، مشروع سياحي يتوسط قرية حاجابي تيكزيرت بطابع عمراني عصري قاربت أشغال إنجازه 100% بفضل استراتيجية قطاع السياحة والتي سمحت بتجسيد العديد من المشاريع السياحية بالولاية. هذا مؤسسة فندقية عائلية باستثمار خاص، ولا بديناها بيبرون كومونسي لي طرافو 2018 بمرافقة الدولة والتسهيلات اللي كانوا صادر. الحمد لله وين رحنا ببان مفتوحين، عندنا دي صاد ريستوران، عندنا لا غراند بيسين تحت، عندنا دي تيران دو سبور بور لي بليزون سي تو لي زير دو جو بور لي زونفون جوز بيل سويت صادير اوستاندينغ. نخدم 24/24 تروز ايكيب قيم تاع كان الشغل كثير مشطوح علينا، ونتراجعوا نسعسوا كل القش لقد قيمة نقشوك بخا ماشي لاقل، ولا اني انا نكل لي غروز اوفر ان شاء الله يسلك. منشأة فندقية ستعزز منطقة الإيواء على مستوى الولاية إلى جانب توفير مناصب شغل لشباب المنطقة. des infrastructures migi khamna migi da gini des entreprises comme ça zarb li l'économie de la région tmourt automatiquement at se développer et tout nkouni da githura c'est à dire question bna khdam z machina 50 postes directs sans compter les postes indirects. 36 مشروع هو القطاع الخاص. القطاع الخاص ربما احنا الدولة اللي راه ترافقوا وتدعموا في اطار سواء المرافقة من ناحية توفير التمويلات البنكية، من ناحية التسهيلات الجبائية والشبه جبائية، رفع العراقيل الإدارية، كذلك ربما من أهم شيء أنه تسعى للدولة أن توفير العقار السياحي الموجه للاستثمار السياحي من أجل تعزيز قدرات الإيواء على مستوى الولاية.
كلها هياكل سياحية ستعطي دفعا أكبر للسياحة الداخلية والترويج للصناعات التقليدية المحلية وخلق الثروة، كما ستسمح برفع قدرات الاستقبال والإيواء على مستوى ولاية تيزي وزو. ومع الارتفاع المحسوس لدرجات الحرارة استحسن أطفال ولاية النعامة تخصيص مسابح جوارية لفائدة الأطفال والشباب، مع تواصل الحملات التحسيسية لتوعية الشباب من مخاطر السباحة في البرك المائية. روبورتاج مصطفى دحاوي والقراءة لنسرين دحماني. بحلول فصل الصيف والارتفاع القياسي لدرجات الحرارة، تتحول الأودية والمسطحات المائية ببلدية عسلة بنعامة إلى مقصد للسباحة التي تستهوي الشباب والأطفال للترفيه والترويح عن أنفسهم رغم خطورتها. نعوم في هذا الواد وفي الأوساخ، رانا عارفين كيف صار إلى هذا، وكنمشيو لابيسين لتحت بعيد ورا السخانة والحمان نجو منا نعومو. احنا ماذا بينا نديرو نزيدونا ابيسين زاوج من الفوق باش نتركو هذا باش ما نعموش فيه، نعمو في لابيسين نقي. انا عارف الخطره نتاع هذا الواد، بالك جينا الحساسيه ولكن نموت وما كاش الامن، ماذا بينا يزيدونا لابيسين واحد اخر. انا كشخص كمواطن من عسله راني نجي نعوم هنا في الواد، وعلى بالي باللي كاين الخطوره وتحكمني الحساسيه والامراض الاذنيه يجوني، والبزوز راهم يمرضوا هنا. ما كانش هنايا وقايه هنا في الواد، رانا نعوموا مع الجيران والسمس دمرتنا هنا باش نعوموا، وخصنا ابيسين واحد اخر، خاص الاكتظاظ على هذاك لابيسين اللي داروا هو ماشي صحنا. كارثه لنا نوجهها للاولياء نتاع الاولاد ونقول لهم يعني ما ترسلوش ولادكم للوديان، يعني راه كاين مخاطر، يعني هذا ما راهش محروس، وراك عارف الواد ماهوش كيما المسبح، يعني الجراثيم والمرض حساسيه قادر يموت. ما كاش لي نقضاه. حملات توعوية وتحسيسية لمصالح الحماية المدنية تقدم فيها نصائح وتوجيهات لاجتناب السباحة في البرك والأودية للحد من هذه الظاهرة. العملية التحسيسية نقوم بها بتقديم شروحات والنصائح لفائدة الأطفال والشباب الذين يتوجهون لهذه البرك. بهذه المناسبة نقول لهم أن هذه البرك هي برك الموت، برك الهلاك، برك المأساة. نتمنى منهم أن يتجنبوا الاقتراب من هذه البرك. بالموازاة سخرت السلطات المحلية المرافق الرياضية كالمسابح متنفسا للشباب في هذه الصائفة. الحمد لله دارونا لابسين ورانا نعومو، وما من ما دارولناش لابسين العام اللي فات كنا نعومو في السد كان موسخ، ومن داروا لنا لابسين سيمان قال لهم داروا لهم لابسين الحمد لله. هذا المرفق لدائرة عسلة اللي هو المسبح الجواري اللي استفدت منه دائرة عسلة مؤخرا اللي افتتح في موسم الاصطياف، وكان لنا شرف استضافة موسم افتتاح موسم الاصطياف الافتتاح الرسمي. هذا المسبح الجواري استقطب أكثر من 1000 شخص في إحصائيات يعني في الأسابيع الأخيرة، والمسبح هذا هوين راه استقطب كل أبناء القرى المجاورة أو القرى التابعة لدائرة عسلة. المسبح الجواري لبلدية عسلة مرفق جديد تتعزز به المنطقة، سيثني شبابها عن السباحة في الأماكن الخطرة. ونختم النشرة من الواجهة البحرية برج الكفان. ومع غروب الشمس تلجأ العائلات إلى شاطئ الباخرة المحطمة للترويح عن النفس والاستمتاع بنسيم البحر، خاصة مع موجات الحر الشديد. عبد الجبار بن يحيى. هذه المشاهد الساحرة تأسر ألباب الناظرين القادمين من كل مكان من عشاق الراحة والاسترخاء، وعندما تغرق الشمس في المحيط وتأذن بالأفول يكشف شاطئ الباخرة المحطمة في برج الكفان بالجزائر العاصمة عن أجمل أسراره. يقلب جلال ورفاقه مشوات السمك هاته، وبعد تتبيل السمكات يضاف إليها الكثير من الملح ليتم طهيها على هذا الجمر المتقد. تهب نسائم شرقية على ضفة البحر، ويتسامر الرفاق تروى القصص والحكاية بقليل من الصبر والكثير من الانتظار. أصبح الطبق جاهزا. في الأساس رحنا صيادين، صيني ديال المنطقة هذه،
رانا شاك فون نديرو دي باربيكيو بس كاين الخذ العام كاين الخير. الامن راه ما شاء الله رانا ريحو الاز الوحده تاع الصباح نسهروا هنا الوحده ونص نروحوا للمنازل تاعنا مع الحاله راهي سخونه دوك لازم تقعد برا خير من الدار. يتوافد الكثير من الزوار الى الشاطئ لقضاء سهره ممتعه مع العائله والاصدقاء، ومع ارتفاع درجات الحراره اصبح هذا المكان الملاذ المنعش لهؤلاء. يستقبلهم رضوان بحفاوه شديده. هي سبيسياليتي في الحوت اللي هنايا، واللي بلا تاعنا نخدموهم طريقه تقليديه، ويجونا بزاف بون كيما الشناوه عندنا كاين دي ايطاليان هادو ما قاعيتك يجوا يحبوا ياكلوا الماكولات تاعنا كيما الحوت حنا نخدموه بالدرسه، كاين يخدموه امبولات فوالا لي كروفات عندنا لا دورات فارسي بريزي عطولها تما تعرض ناس لهنا ماش تحشم ولا سوا تجي تاكل انت لهنا راح تشبع تجي تاكل الاز سوا تجي فاميليال ولا افيك لي زامي ولا تجي وحدك ولا. يمنح هذا المكان الترفيهي الكثير من الطاقة الإيجابية لهؤلاء الأطفال، فيما تستمتع العائلات المجتمعة حول إبريق الشاي هذا. والله الحمد لله هذا المكان قلت لك ما شاء الله عائلي بامتياز. الشاطئ هنا عائلي 100%، كاين لي موايان كاين لا سيكوريتي كاين كلش. يتسامر المصطفون هنا في أمسيات بنسائم البحر تروى فيها الكثير من القصص والحكايا. إلى التذكير بأبرز العناوين. رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون يكرم المتفوقين الأوائل على المستوى الوطني في امتحانات شهادتي البكالوريا والتعليم المتوسط لدورة جوان 2023. أشكر خصيصاً السيد الرئيس عبد المجيد تبون على هذا حفاوة الاستقبال وعلى هذا التكريم وهذا الشرف العظيم. إن تحقيق تميز في شهادة البكالوريا لم يكن محض صدفة، بل هو نتيجة جهد وتعب طيلة السنة الدراسية، إضافة إلى الإمكانيات المسخرة من طرف قيادة العليا للجيش الوطني الشعبي لتحقيق هذه النتائج. جد سعيدة ومسرورة بتكريم سيد رئيس الجمهورية، أشكره جزيل الشكر لأنه شاركنا هذه الفرحة. وضمن مراسم حفل التكريم إشادة بعناية السيد الرئيس بتربية النشء وتأكيد على الخطوات الكبيرة والرصينة لقطاع التربية في مسار الالتحاق بركب الأنظمة التربوية المتقدمة في العالم. رئيس الجمهورية ونظيره البنيني يؤكدان تمسكهما الصارم بضرورة العودة إلى النظام الدستوري في النيجر وإعادة الرئيس محمد بازوم لمنصبه كرئيس دولة منتخب شرعيا. ومجموعة الإكواس تحدد مدة أسبوع للعودة إلى النظام الدستوري في البلاد. بتكليف من رئيس الجمهورية وزير الداخلية بالقصر يقدم واجب العزاء لعائلات ضحايا الحرائق الأخيرة بولاية بجاية، ويؤكد تضامن الدولة مع المتضررين. خط جوي بمعدل 3 رحلات أسبوعيا بين الجزائر وسان بيترسبورغ يضفي ديناميكية أكبر على الشراكة الجزائرية الروسية، ويعزز دور الجزائر المحوري كبوابة للعالم نحو العمق الأفريقي. ونذكركم مشاهدينا الكرام أنه يمكنكم متابعة حفل تكريم الطلبة المتفوقين الأوائل في شهادتي البكالوريا والتعليم المتوسط لدورة جوان 2023 الذي أشرف عليه رئيس الجمهورية، تتابعونه كاملا عقب هذه النشرة في حدود الساعة 9 على قنوات التلفزيون الجزائري. متابعة شيقة، إلى اللقاء.